السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا سارة ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني دوسوا لايك على الفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. منذ قليل توفى الى رحمة الله الدكتور محمد مشالي، ابتسامة تسكن قلوب الفقراء، طبعا كلنا عارفينه. دكتور بجد، دكتور الغلابة، دكتور عنده ضمير، عنده اخلاق، بيحس بالغلابة والفقرة. كشفه كان 10 جنيه يا جماعة في عز اللي احنا فيه ده. ولد في محافظة البحيرة عام 1944، وانتقل مع أسرته في محافظة الغربية، وتخرج من كلية الطب عام 1967. وطول سنوات عمله خصص وقته وعمله للفقراء فقط والغلابة، لدرجة ان الكشف كان 5 جنيه، ومن فترة كان 10 جنيه. في الوقت اللي احنا فيه ده في حد بيكشف ب10 جنيه؟ بجد دكتور في قمة الأدب والاحترام والأخلاق والقيم. وكمان كان بيشتري العلاج لو لقى الحالة فقيرة جدا، كان بيشتري لها العلاج على نفقته الخاصة. ومن مواقفه المثيرة لطبيب الغلابة رفضه تماما لأي مساعدات، قائلا إنه سعيد بما هو عليه وبممارسة عمله في عيادته المتواضعة لمساعدة الفقراء. تمر أيام قليلة وتردد شائعة وفاة طبيب الغلابة، فيقلق أبناء محافظته عليه ويخرج بنفسه قائلا أنا حي أرزق ولسه ربنا كاتب لي عمر. وسبحان الله، بقى منذ قليل توفى إلى رحمة الله دكتور الغلابة محمد مشالي رحمة الله عليه.